بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن والاه بعد. نفتتح إن شاء الله سورة الدخان. سورة الدخان. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت. ربكم ورب آبائكم الأولين. بل هم في شك يلعبون. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. يغشى الناس هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. إن شاء الله نقف عند هذا القدر بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. هذه من فواتح السور التي لا يعلم تأويلها إلا الله. لا يعلم تأويلها إلا الله. والكتاب المبين هذا قسم بالكتاب. والكتاب هو القرآن. وقيل الكتاب إشارة إلى جميع
ما أرسله الله تعالى من الكتب السابقة. ولعل الصحيح أن المقصود بالكتاب هو القرآن، والمبين أي الذي أبان الله تعالى فيه الأحكام، فأبان فيه الحلال والحرام. إنا أنزلناه، أي أنزلنا هذا الكتاب المبين، وهذا يرشح رجحان هذا القول. فالقرآن أنزل في ليلة مباركة وهي ليلة القدر، وليلة القدر سميت بليلة القدر لعظم قدرها، ففي هذه الليلة التي وصفها الله تعالى بأنها مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم. والقرآن أنزل جملة كما أنزل مفصلا، أنزل جملة في ليلة واحدة وهي ليلة القدر، وذلك ليكتب في اللوح المحفوظ. وأنزل الله تبارك وتعالى القرآن مفرقا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجبريل لم يتلقف القرآن من اللوح المحفوظ، وإنما تلقى القرآن من الله ليبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لا تعارض في قول الله عز وجل إن أنزلناه في ليلة مباركة، وفي قول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ليس هناك تعارض. فإن القرآن أنزل في ليلة واحدة ليكتب في اللوح المحفوظ، ثم أنزل في شهر رمضان إلى السماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك مفرقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم على حسب الأحوال والأحداث. إذا أنزل القرآن جملة ليكتب في اللوح المحفوظ، وأنزل مفرقا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الليلة التي أنزل فيها القرآن هي ليلة القدر، هي خير من ألف شهر، كتب الله تعالى فيها الأرزاق، وكتب فيها الآجال، وكتب فيها الأحوال، وكتب فيها الأشياء. فما من إنسان يوثق في هذه الليلة إلا وهو سعيد، وهذه الليلة المباركة قال الله تعالى إنا كنا منذرين، أي منذرين بالقرآن. فالقرآن يذكر الله تعالى به المؤمنين، وينذر الله تعالى به المخالفين. فقال الله تبارك وتعالى وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، يبقى الذي يخاف يذكر بالقرآن. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فالتذكير إنما يكون للموافق كي يعدل حاله ولكي يرقي شأنه، أما المخالف فإنه ينذر، بالقرآن. فقال الله تعالى إنا كنا منذرين، ومنذرين من الفعل أنذر، فمنذرين أي ننذر بالقرآن على ألسنة الرسل فيها، أي في هذه الليلة المباركة يفرق، كل أمر حكيم. والفرق أي الكتابة والقضاء، أمرا من عندنا أي قضاء من عندنا أو فرقا من عندنا.
فكل ما يصلك إنما هو من جهة الله عز وجل، كل ما يصلك إنما هو من جهة الله عز وجل، والقدر هو فعل الله عز وجل في الكون، القدر فعل الله تعالى في الكون. رحمة من ربك، أي إنا كنا مرسلين، فإرسال الرسل رحمة من الله عز وجل. وهذه لفتة جميلة، لأنه لولا الرسول لتقلب الناس في الكفر. تصور لو أن الله تعالى لم يرسل النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، ماذا سيكون حال ملايين ومليارات المسلمين في كل زمن؟ كانوا متقلبين في الكفر. إذا من رحمة الله تعالى إرسال الرسل. فقال سبحانه: إنا كنا مرسلين رحمة من ربك، أي إرسال الرسول رحمة من الله عز وجل. إنه هو السميع لأقوال العباد، العليم بأفعالهم. رب السماوات والأرض، وهناك قراءة رب السماوات والأرض. فرب السماوات والأرض على أنه بدل ربك في قوله رحمة من ربك، فرب السماوات بدل من ربك في قوله رحمة من ربك. والبدل في حكمه الإعرابي يأخذ حكم المبدل منه. وهناك قراءة أخرى رب السماوات والأرض على أنه خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير هو رب السماوات والأرض. رب السماوات والأرض وما بينهما من العوالم العلوية والسفلية. إن كنتم يا أهل مكة موقنين بما تسمعون من القرآن الذي أرسلته على أو أنزلته على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الرب لا إله إلا هو، ليس معه ند ولا شريك ولا مثيل ولا شبيه، فلا إله إلا هو. فليس الأمر كما تفعلون، فأنتم تعرفون الله ولكن تجعلون مع الله أندادا. فإذا سألتهم لماذا تعبدون اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. إذن هم يعرفون الله ولكن يجعلون مع الله الأنداد، الشركاء، الأنداد والشركاء. لا إله إلا هو، فهذا الرب الذي له ما في السماوات وما في الأرض، لا إله إلا هو ربكم ورب آبائكم الأولين. فإذا كان بعض الآباء هو الذي صنع هذه التماثيل، فمن الذي خلق الآباء الذين صنعوا هذه التماثيل؟ فأباؤكم الأولون الله تعالى هو ربكم وربهم. فعندما يخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن وينذرهم بالقرآن ويقص عليهم أخبار القرآن ويذكرهم بالبعث بعد الموت وبالنشور والحساب والجنة والنار، فإنهم يهزؤون، بل هم في شك يلعبون، يظنون فيما تقول. واللعب هنا ليس المقصود به ما نظن، ولكن المقصود باللعب الاستهزاء والسخرية، فهم يتمايلون ضحكا وسخرية عند سماعهم التذكير بالقرآن الكريم، بل هم في شك يلعبون.
يحذره الله عز وجل بقوله فارتقب فارتقب يا نبينا يوم تأتي السماء بدخان مبين. والدخان معلوم يكون عند إيقاد النار والدخان إذا ارتفع في عنان السماء فإنه يدل على شدة الاشتعال هذا الدخان من علامات الساعة، فهناك دخان كثيف يأتي في آخر الزمان يخرج من قعر عدن في اليمن يطرد الناس إلى محاشرهم في بلاد الشام، ولكن ليس هذا هو الدخان الذي أتت به النصوص أنه علامة من علامات الساعة، ولكن الدخان هذا دلالة وإشارة وكناية على المسغبة أي الجوع والفقر الذي يضرب أكباد أهل مكة. الأرض إذا تشققت من شدة الجدب والقحط فأمسكت السماء ولم تنبت الأرض وضاقت الأرزاق، فإنه يعبر عن ذلك بماذا؟ بالدخان فهذا وضع يدل على شدة ما سيمس أهل مكة من الفقر والشدة والعنة والمزغبة. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. ولا بأس أن ينزل دخان من السماء بدلا من أن ينزل من السماء قطر الحياة وماء الغيث، ينزل من السماء دخان. فالأرض مشققة والنبت معدوم والمال قليل والمجاعة شديدة ودخان نازل من السماء، إذن هذا كله دلالة على الكرب. وهناك بعض الروايات أن أهل مكة عندما سخروا من النبي عليه الصلاة والسلام وتهكموا على دعوته ورسالته، دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل عليهم السنين كسن يوسف عليه السلام. يبدا عليه بماذا؟ بالقحط والفقر والجد، فأصابهم هذا الدخان وأصابتهم هذه الشدة. فعندما أصابهم ذلك وكان ذلك عذاب أليم، ضج أهل مكة وهرع أهل مكة وقالوا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. هذه الآية يشير إليها الحديث الذي ذكرته لكم من قبل في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لحصين: يا حصين كم إلها تعبد؟ قال: أعبد سبعة آلهة، ستة في الأرض وإلها في السماء. قال: إلى من تجعل رغبتك ورهبتك؟ قال: للذي في السماء. وقال تعالى: حتى إذا ركبوا في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، إيه اللي حصل؟ دعوا الله مخلصين له الدين: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. إذا المشركون يجعلون مع الله تعالى الأنداد والشركاء والأصنام، لكن إذا وقعوا في الضر أو في الشدة وحدوا الله تعالى في ماذا؟ في الدعاء. إذا المشركون لا يوحدون الله إلا إذا نزلت بهم الشدائد
إلا إذا نزلت بهم الشدائد. فلما نزلت بهم الكرب والمصائب والفقر والجوع والمجاعة وما إلى ذلك، قالوا إيه؟ ربنا اكشف عنا العذاب. هنا إيه؟ وحدوا الله تعالى بقى. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. إنا مؤمنون أي مؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذه من باب المجاراة ليس من باب الحقيقة، بدليل أنه عندما رفع عنهم ذلك العذاب رجعوا إلى وضعهم الأول من التكذيب والتضييق على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعدها على طول قال الله أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، أن هذا للإنكار أي أنهم لن يتذكروا بهذا العذاب، لأن رسولنا ذكرهم كثيرا وأقام عليهم الحجة كثيرا وأوضح لهم البرهان كثيرا ولكنهم لم يتعظوا. فعندما كان يأتيهم بالبرهان والأدلة المبينة صدقه، إيه اللي يحصل؟ كانوا يتولون عنه ويقولون معلم مجنون. معلم أي يعلمه بشر، ومجنون أي لا يعقل ما يقول. فلما جأروا إلى الله تعالى، جأروا أي يعني ذهبوا إلى الله تعالى بشدة واجتادوا في دعائه، كشف الله تعالى عنهم ذلك العذاب قليلا. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. عائدون إلى ماذا؟ أي عائدون إلى كفركم، عائدون إلى تكذيبكم. طيب، يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. كان أشد الناس سخرية من النبي عليه الصلاة والسلام واستهزاء به وتفننا في تعذيب أتباعه هم المستكبرون من أهل مكة، عدة عشرات من أهل مكة، أهل الكبر والرياسة والفخر، أهل مكة وقادة مكة أهل الكبر والفخر والرياسة والوجاهة، أبوا أن ينقادوا ونصبوا من أنفسهم جلاوذة يعذبون المستضعفين من المؤمنين، فهددهم الله تعالى بأنه سوف يبطش بهم بطشة كبرى. وقد كان في يوم بدر، سبحان الله، فالسبعون الذين قتلوا من أهل مكة معظمهم من أشراف ورؤساء مكة الذين كانوا يعذبون المؤمنين ويسخرون من النبي الأمين ويأبون على شرع رب العالمين. سبحان الله، يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون منكم لتكذيبكم ولعبكم وصدكم عن سبيل الله. وهذا تذكير لأهل مكة وتذكير لكل مكذب وتذكير لكل مقصر وتذكير لكل من ابتعد عن طريق الهداية في قوله ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم وموسى. شوف وصف الرسول بأنه إيه؟ كريم. أن أدوا إلي عباد الله، أن أدوا إلي عباد الله أي آمنوا بي وصدقوا رسالتي. ليه؟ إني لكم رسول أمين، أي أمين فيما تلقيت عن ربي، أمين في تبليغ رسالة ربي، وألا تعلوا على الله، ألا تخالفوا شرع الله، ولا تعصوا أوامر الله، إني آتيكم بسلطان مبين. وسلطان البرهان. أما بقية قصة موسى مع قومه نكملها إن شاء الله في الدرس القادم. تقرأ إن شاء الله 19 آية دول إن شاء الله. ونريد صوت عالي حتى أسمع أصواتكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين.
لا معلش من الأول تاني بس صوت أعلى من ده. والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرح كل أمر حكيم أمرا إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين جزاكم الله خيرا، نسأل الله تعالى القبول.